حضرة المدعي؟ خير إن شاء الله، صاير شي؟ لا تواخذني أصلاً، بس ما عم بقدر وصل لزينب. قلت لي زينب؟ بتكون بالمركز. قالت لي لازم تطلع بسرعة، ففكرت إنه في عملية مستعجلة. عملية شو؟ طيب رح أعرف شو القصة وبخبرك فوراً. تمام. لا تقلق، كون مطمئن. تصبحي على خير. وانت بخير. روح جيب لي سيارتي يا بضاي. صار فيك تجيب له السيارة. تصبحوا على خير يا شباب. وانت بخير. يسلموا ايديك. ضابط اصلان؟ يلعن هالحظ، مسكتني. تعرف أنا عم اشتغل بالليل، الراتب ما بيكفي لأنه ما منكسب مثل حكايتكم. رفقاتي جوا سهرانين وهني عزموني على السهرة. حياتك الخاصة ما بتهمني، فلا تتوتر. أنا ما رح خبر حدا، بوعدك رح تضل بيناتنا. طيب وهلأ من بعد إذنك. حلوة هالسيارة، جايبة جديد؟ ايه بصراحة طلعت لي ورثة من عمي، ما الله يرحمه، وطلع لي مصاري كتير، وأنا بحب السيارات الحديثة فاشتريتها. تسمح لي أركب؟ لا والله ما بسمح لك. ليش؟ لأنك شربان كحول. مظبوط اللي عم تقوله، لكن رح خلي سيارتي هون وروح بتاكسي. إيه هذا هو المظبوط. تعال لهون. خلص ارتاح، أنا بحلها، أنت روح. خدوا السيارة على المرأة فورا. ماشي. لسه ما خلصت؟ شوي وبخلص. مضطرة يرد على هالاتصال، لا طالع ولا صوت. تمام. نعم حضرة الضابط، خير إن شاء الله، لا تكون عم تحلم فيني. بتعرفي شي عن زينب؟ ايه هي جنبي. اتصل فيني كرم. والفي عندها عملية، انتو شو عم تساوي بدون ما تخبروني؟ أساساً الموضوع ما له مهم كتير، وكنا رح نحكي لك كل شي بكرة. جتنا أخبارية بس طلع بلاغ كاذب، فرحنا سوا مشوار صغير. ما بكفي عم تتصرفي تصرفات غبية لحالك، صرتي عم تورطي زينب معك. عطيني زينب. عم تسوق السيارة. افتحي السبيكر لشوف. نحن فتنا بنفق ورح تروح التغطية، بحاكيك بعدين.